بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السادة المعلمون، الطلبة والطالبات، طلاب الثانوية العامة. النهاردة معانا خبر هام للمعلم وخبر للطالب. أولا، المعلمين تكشف التعليم الفئات التي يطبق عليها صرف زيادة معدلات أيام مكافآت الامتحانات. ومعانا بالنسبة لطلاب الثانوية العامة جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020. طبعا احنا في عندنا طلبة تخلفوا عن حضور امتحان الدور الأول لظروف صحية أو لظروف خارجة عن إرادتهم، وطبعا طبعا جدول امتحانات الدور الثاني هنستعرضه مع بعض. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفئات التي سوف يتم تطبيق زيادة معدلات صرف أيام مكافآت الامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية. وأكدت الوزارة في خطاب لها تم توزيعه على مديريات التربية والتعليم أنه يتم زيادة مكافأة كل من رئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول ورئيس مركز توزيع الكراسة الامتحانية على أن تحسب أيام العمل الفعلية بمواقع اليوم بأربعة أيام، يعني اليوم هيتحسب بأربع أيام بدلا من ثلاثة، وتظل أيام الفراغ والتحضير كما هي دون تعديل. رئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول ورئيس مركز توزيع الكراسة الامتحانية بالمناطق النائية على أن تحسب أيام العمل الفعلية بمواقع اليوم بخمسة أيام، يبقى المناطق النائية بخمسة أيام بدلا من ثلاثة، وتظل أيام الفراغ والتحضير كما هي دون تعديل. بالنسبة للمراقبون والمعاونون وعضو لجنة الإدارة والملاحظين وأعضاء الأمن وعضو الشؤون القانونية، تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بثلاثة أيام بدلا من يومين، وتظل أيام الفراغ والتحضير كما هي بدون تعديل. والمراقبون والمعاونون وعضو لجنة الإدارة والملاحظين وأعضاء الأمن وعضو الشؤون القانونية بالمناطق النائية، تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بأربعة أيام بدلا من ثلاثة أيام، وتظل أيام الفراغ والتحضير كما هي دون تعديل. وبالنسبة للعمال والشرطة والزائرة الصحية أو الطبيب، تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بيومين بدلا من اليوم بيوم، ولا تحسب لهم تحضير أو فراغات. يصرف لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة إثابة 50 يوما عن الدور الأول و50 يوما عن الدور الثاني خارج الحد الأقصى بدون مانع، دون المساس بالمكافأة المقررة بالقرارات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات. يصرف لرؤساء ووكلاء الغرف والأقسام بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة إثابة 50 يوما عن الدور الأول و50 يوما عن الدور الثاني خارج الحد الأقصى بدون منع، دون المساس بالمكافأة المقررة بالقرارات الوزارية المنظمة بأعمال الامتحانات. وبالنسبة لجدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020، أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020، والتي ستبدأ يوم 22/8/2020، يبقى الدور الثاني هيبدأ 22/8/2020. وأكدت الوزارة في خطاب لها تم توزيعه على مديريات التربية والتعليم أنه يتم زيادة مكافأة كل من رئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول ورئيس مركز توزيع الكراسة الامتحانية على أن تحسب أيام العمل الفعلية بمواقع اليوم بأربعة أيام، يعني اليوم هيتحسب بأربع أيام بدلا من ثلاثة، وتظل أيام الفراغ والتحضير كما هي دون تعديل.